عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو تصوبي لينا؟ إن شاء الله نصبح الحلوة باش ندير بها كاسكروت غادي نشارك معاكم. إن شاء الله. إن شاء الله. شنو عندنا في المقادير؟ إيوا سهلة ديال ما فيهاش البيض ما فيهاش الزيت. ما فيهاش البيض ما فيهاش الزيت ما فيهاش السكر بزاف. يعني غنديرها إن شاء الله. عندي هنايا غادي هنا 100 غرام ديال الزبدة، واحد الشاشية ديال الخميرة حمراء، عندي هنايا وحدة لافاني باني، هنايا عندي 200 غرام ديال الفورس، 200 غرام ديال دانون، يعني جوج حكاك كبار ولا ثلاثة صغار. كنحيد لهم الماء، كنحيد لهم داك الماء ديالهم ما تخليش فيه. صافي هادي سهلة باش غنفند. عندها 80 غرام. انا ما قدرتش كتزيدي شويه المليحه، انا المليحه اللي غنديرها دابا. بسم الله غادي نديروا هاد الزبده لحرارة المطبخ. هي دابا تنقولها لك الزبده هذه الزبده عاديه ممتازه مزيانه ديال الماكله. كندير معاها الفانيليا. صافي نخدموها نخدموها. انا دابا ضروري نخدمها بيدي، ما كنعرفش انا نخدم بهذا الشيء نجوى. خدي راحتك ماما. صافي ان شاء الله نخدمها هكا. راه ساهله، راني دغيا دارتها هي كدوب دغيا مع الزبده داك ماشي داك مع اصلا كاين الحراره. بسم الله غندير دابا هاد الدانون باش نخلطو معاها الياغوت. كان نور طبيعي بالسكر. طبيعي بالسكر. حلو. حلو. ممكن يديروا ديال الفاني. هذا دابا تصابعنا، هذا راه درناه اللي كان عندك في الدار. ما درناش غير المسوس، لا حتىش المسوس ما كاينش السكر. الا غيديروا المسوس يزيدوا شويه السكر بلاصيك. هي تزيد شويه السكر يحليو. انت يا دابا هذه هكا انت نخلطها مزيان حتى ما كتبقاش الزبده تبان. كنخلط دابا مزيان حتى كتعبر داك الزبده. كل واحد ياخذ راحته، حتى الا ما بغاش يخدمها بيدو ما بالطراب الطراب. نزيد دابا الفورس. نبقى نزيد دابا الفورس. هو مغربل ديال شو ملي دو التدريج. بالتدريج ربما نزيد ربما نقص الفورس على حسب. حتى داك الزبده باش كتطلق. انت هي داك الخميره حتى داك الزبده مع شويه ديال الفورس كتخدم مزيان. كتخدم مزيان كيبقاش مكوره. دابا انا كنعبروا دابا باش بناتي يعرفوا القياس. هو هذا كما انا راني تنديروا بلا ما غير الميزان. بسم الله نزيد هذاك الفورس اللي بقى. باردو وقال يلا كيجيني ان شاء الله 200 غرام. غنشوف اش غنزيد. زعما اللي في الاولى كديري عينك ميزانك ولكن بالي دابا وقيلا 200 نيشان. انا كنبقى نعجن هكا حتى كنسال ماما يديروا عين بقاو يديروا بالتدريج. هنا يقول لي 200 غرام ديك الساعه تبقى ديري هكا بشويه. نيشان ربما يكون دانون الاخر كيكون شويه جاري، هذا بيرليش شويه كيجي مجموع قاصح. كشي علاش قلت لك انا الطحينه الفرصه على حساب الخليط. ندخل دابا هذا غادي نقول لك واش نزيد ولا بالبركه. زدت واحد نص كاس عبرتو لقيت فيه 70 غرام. نص كاس ديال العنبه. نص كاس العنبه ولكن راه عبرتو. انا غادي عاوتاني نبدا ندير بالقياس، ما غاديش ندير كله حتى نشوف. انا دابا هاد على حساب دانون اللي كان جاري. واحد الحاجه هي ما كتبغيش تشد لك. لا قلت لك ليهاش تبقى غير كان كتجمع صافي هكا حتى كان انتي شتي. باش ما حطيناش القصعه يعني ما كتبغيش يد ليك. لا يد ليك ما كتبغيش يد ليك. انا دابا واخا عبرت الفورس ما غنديروش كله شتي. جاني انا هو هذاك هي قلنا شحال زدتي باش نكتب لهم في العبار. باش العبار احسن. دابا تما تقريبا راه عبرنا 70 غرام ولكن راه ما دخلناش كلها. شوفوا ما دخلناش صافي. هادشي اللي غادي ندخل هذا غادي هانتي شتي شحال شاط. المهم غير شي شويه صافي بلا ما تعبري. هادي غير جوج حفنات هكا. دخلنا 200 غرام في الاول، واحد جوج حفينات وهذا غادي نفند فيه ان شاء الله تقريبا واحد 220 غرام هكا تكون بحال هكاك صافي. بلا ما تبقى غنسرحوها بالفرص. اييه باقي شنو دابا شنو الخطوه اللي بقات؟
راه غادي نخليها واحد المده ساعه باش ترتاح ان شاء الله ونرجعوا ونرجعوا ان شاء الله. ارتحت؟ لا هي ارتحت مدة تقريبا نص ساعة ثلث ساعة على حسب على ما وجدنا. ضروري كيخليوها ترتاح ضروري نص ساعة ان شاء الله عاد يخدموا فيها. ها هي لازم ندير لها ضروري الطحين باش ما كتلصقش لينا. بالك مزيان دابا غادي ندير هنايا سنيده ندير هنايا سنيده باش اللي حطاتها نديرها تما. بسم الله طبعا دوائر هذيك باش كنقطعوا راه يقطعوا به بعبر الكاس غير بالكاس ولا باي حاجه اي حاجه مدوره بحال هكا شتي شتي ديرنا هكا سنيده غير بهذا الوجه وطويها على جهه سنيده طويها على جهه سنيده بحال هكا ياك نعاود نديرها نديرها في سنيده بحال هكا ونهزها بلا ما بلا ما نقص على جهه السنيده عاوتاني ياك بلا ما نقص الجهه الاخرى شتيها وطبيعه الحال البلاصه اللي غتحط ما تكونش فيها سنيده ما تكونش فيها سنيده والبلاصه اللي الفوق غتكون فيها سنيده ايه هكا هي شتي باش نوضحوا الفكره كيفاش كتكون هاد البلاصه اللي غتحط في البلاطه ما فيهاش سنيده صافي ضغطوا عليها شي شويه واحد شويه واحد شويه نحطها هنا باش تبان لك مزيان شتي هي باقي كتورق كتورق ولا هذا حتى درتو شويه صغير هذا الدوار كان خصو يكون شويه الا بغيتي تجي كبيره كديرها شي شويه كبيره حتى صغيره زوينه كتبغي الصغار هذاك الشيء علاش درتها صغيره كنبغي الصغير الا بغيتي ديري كبر من هذه كديري هذا كبير صافي كيضغطوا عليها واحد شويه صافي هي راه كتورق هي كتولي بحال بحال باطفي بحال باطفيتي صراحه انت هي عاودي لنا الفكره السنيده باش تكون واضحه دابا بلا ما نقطع بزاف حتى نوريك هاد جوج حبات عاد نخدم انا النيشان دير خمام ساعداني من الاحسن تخدم فوق الميكا باش تساعد تجي مسهله باش سهله انا دابا حيت هاد الخامات غير كتساعدني ها هو هكا كنهزها بيدي هكا تندير لها تنطويها على الجهه اللي فيها سنيده ياك وكنعاود ندير لها بحال هكا وكنعاود نطويها على الجهه اللي فيها سنيده بحال هكا ياك وكنعاود ندير لها الوجه سنيده على الوجه اللي غيجي الفوق والوجه اللي غيجي لتحت ما كيكونش فيه سنيده شتي هكا هكا بحال هكا كنعاود نقادها بيدي بحال هكا راه كتجي بحال لاباط في ولا تجي شويه تجي ديك الشرف فيها كسكروت ديال ها هي ديك شتي يا كنحتاج نكملو ان شاء الله قلنا هما باش تجيهم سهله حيت كل واحد ورخه ما ديرك اللي كتكون داك النوع المحفر ديرها فوق شي ميكا ميكا اي ولا فوق هذا سوفيليزي ولا كتهزها بسهوله كتجي ديك الساعه كتجي سهله واللي كيتبارك اللي كيعرفي اللي كيخدموا راه تيعرفوا شي يتعاملوا مع هادشي كتجينا هي كتكون شويه مرخوفه مرخوفه ولا كان الا كانت الحراره يديروها بحال دابا حنا ما عندناش الحراره في هنايا في الدار اللي عنده الحراره يديرها في الثلاجه ترتاح داك نص ساعه داك نص ساعه اللي غتخليها ترتاح هنايا ديرها في الثلاجه ترتاح اللي عنده الحراره في الكوزينه فصل الصيف بطبيعه الحال وقت هاد البرده ماشي مشكل ماشي مشكل هي تكملي ان شاء الله ونرجع صافي ان شاء الله ديروا في الحراره سليناهم دابا دخلوا ان شاء الله الفران ان شاء الله الفران حراره متوسطه ان شاء الله فوق ولا لتحت العافيه لتحت تحت 180 160 180 على حسب الفران ان شاء الله واش وجد وجد يا وجد صافي دابا وجد شتي يعطيك الصحه الغزال صافي نخليوه يبرد نخليوه يبرد ندفيو البوطه ان شاء الله نخليوه يبرد ماما تبارك الله عليك صافي سالينا عليك سالينا نشوفها ساليتها هي تبارك الله جا غزال بحال لاباط فيتي
بردات بردات جات فنه اللي بغا بحال الدراري تدير لهم شويه ديال الشكلاط في شي تزليفه صغيره وكيغطسوا فيها يا بحال حنايا. لا حنا غير هكا راه مقاومه فيها الزبده فيها العجينه ما فيهاش السكر، داك السكر الوحيد اللي كاين هو اللي من الفوق، هو اللي من الفوق ما جات هي هذيك مقاده. شويه الزعفران في هذا الحليب سخون، درتي الحليب سخون؟ اه درت الحليب سخون وشهيت شهيتو بالزعفران الحار. كاين نشاط الدوره الدمويه عنده بزاف ديال الفوائد. انا كيعجبني مع الحليب حليب سخون عنده فوائد. كاين اللي كيشربوه غير هكاك مع الماء، ولكن من الاحب من الاحسن مع الحليب، حيت كنديروا مع الحليب كل مذاق زوين، كنديروا مع اتاي حتى اتاي تنديروا مع يمكن كيبقى نسمى اتاي واخا تجي دائل تجي فن بصحه وراحه. حلينا الحليوة ندوقوها الى الحليوة نشوفوها. بسم الله هي زوينة الشرفية لك جبتي جبتي ديال الكسكروط من داك الشرفية وكتورق كما قلنا لهم وكتنفخ كتنفخ كتجمع ورقة ويبعدوها في اللاطل حيت كتسيح، يعني كتضاعف الحجم ديالها لان راه حطيناها صغيرة وتبارك الله هي الحبه ديالها قداش ولات كطيب مزيان والور من القدام تقاد ليها الطياب واخا كتبرد كتكال. ايوا هادشي اللي كان بالصحه والراحه ماما شكرا. نبدلوا الملاويه داكشي اللي كان والبغرير ونبدلوها. لا ناس كيبغيو حليوات هكا الكسكروط مع اتاي. لا ماما الله يعاونك شكرا فوس فخرا ان شاء الله تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.